إلا كنت مغربي سواء كانت عندك البطاقة ديال الرميد ولا ما كانتش عندك، فالخبر ديال اليوم كيهمك، لهذا شاهد هذا الفيديو بسرعة وما تفلتوش. أخيرا جاء الفرج من عند الله، والشعب المغربي الحر الصبور غادي يحن عليه الله وغادي ينال الجزاء ديال الصبر الكبير ديالو. دعم مالي جديد غادي يوصل حتى ال1000 درهم شهريا وأكثر لكل أسرة مغربية، زائد مجموعة من الامتيازات الأخرى بداية من السنة اللي جاية 2023. فباش تعرف شحال هو المبلغ اللي غادي تاخد كل شهر وكيفاش ممكن تاخد هذا الدعم، ولا شنا هي الطريقة اللي خاص بها تسجل باش انك تبدأ تستافد من هذا الدعم المالي، فهاد الشي كامل غادي نشرحوه في موضوعنا اليوم، لهذا خليك متابع معايا حتى الاخير باش تعرف جميع التفاصيل. متنساوش تخلوا لينا اعجاب وتعليق وتبارطاجي هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالك باش كل شي يكون متابعي قناتنا الاوفياء في حلقة جديدة من الحلقات اللي كنشرحوا فيهم كل ما يتعلق بالدعم المالي الجديد، خاصة المرتبط بالمشروع الملكي الكبير ديال الحماية الاجتماعية واللي خرجوا صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصره والله يخليه لينا، واللي الحكومة خدامة كتطبق فيه وكتنزله على أرض الواقع باش يستافدوا منه كاع المغاربة رجالا ونساء كبارا وصغارا، سواء كانوا خدامين في القطاع المهيكل ولا القطاع الغير المهيكل، وبالخصوص الناس اللي من أسر فقيرة واللي عندهم البطاقة ديال الرميد. المهم فقال فوزي القجاع اللي هو مسؤول كبير في حكومة اخ النوش واللي مكلف بالميزانية والمالية، ان الدولة غادي تحول تقريبا 20 مليار درهم كدعم مباشر للاسر المغربية اللي كتعيش وضعية فقر وهشاشة، باش انها تقدر تصرف بها على التقضية ديالها وخاصة على المصاريف ديال وليداتها في الدراسة. هاد الدعم المالي غادي يبدا يتعطى ان شاء الله ابتداء من السنة اللي جاية 2023، بحيث غادي يقدر يستافدوا من الناس اللي عندهم البطاقة ديال الرميد، وحتى الناس اللي ما عندهمش هاد البطاقة حتى هم ممكن انهم يستافدوا من هاد الدعم المالي الجديد. فما عليهم غير انه نهار يبدا التسجيل ياكدوا بانهم فقراء ومحتاجين لهاد الدعم، بحيث انه هاد الدعم المالي غادي تعطي يعني بالخصوص للناس اللي عندهم وليدات اللي مازال كيقراو يعني في المدرسة، ولا سواء كانوا كيقراو في التكوين المهني ولا حتى في الجامعة ولا اي مدرسة اخرى، فهاد الدعم المالي غادي يكون مخصص لهم باش انهم يصرفوا على وليداتهم يعني بخصوص المصاريف اللي كتكون عندهم في الدراسة، واللي هما تقريبا 7 مليون طفل مغربي اللي غادي يبدا يستافد من هاد الدعم المالي الجديد. اذا فلا عندك شي وليد ولا شي بنية مازال كيقراو في المدرسة، فغادي تبدا تاخد عليهم ان شاء الله 300 درهم شهريا، اي انه غادي تاخد 300 درهم على 3 الاطفال الاولين، وبالنسبة للطفل الرابع واكثر كتاخد عليه فقط 100 درهم. وبما انه اغلب الاسر المغربية كيكون عندهم 2 الاطفال حتى 4 الاطفال يعني كحد اقصى، يعني انه كان عندك 4 الاطفال غادي تاخذوا على 3 الاولين 900 درهم والطفل الرابع غادي تاخذ عليه 100 درهم اي 1000 درهم شهريا. وبالنسبه للناس اللي عندهم شي وليد في حاله اعاقه ولا من ذوي الاحتياجات الخاصه، فغادي تبقى تاخذ عليها 300 درهم مدى الحياه، سواء كان كيقرا ولا ما كانش كيقرا يعني في المدرسه، ولكن غالبا فالدوله غادي تتخلص لك يعني هاد 300 درهم باش انك تقريه في المدرسه. وقال لك كذلك انه 3 مليون اسره حتى هما غادي يبداو يستافدوا من هاد الدعم المالي الجديد، وخا انهم ما عندهمش وليدات ولا ما عندهمش وليدات كيقراو في المدرسه، بحيث انه ما غاديش يكون دعم فقط خاص بالاطفال اللي كيقراو في المدرسه، وانما غادي يكون دعم اخر مخصص خاصه يعني الناس الكبار اللي ما عندهمش التقاعد، يعني اللي عندهم 65 سنه وما عندهمش التقاعد، فالدوله غادي تخصص لهم واحد المبلغ مالي شهريا حتى هما كدعم مالي ليهم، يعني غادي يكون بحال شي صالير ديال التقاعد ديالهم، واللي غادي يبداوه يعني ابتداء من السنه اللي جايه كذلك 2023، واللي غادي يكون المبلغ ديالو اولا غيكون 400 درهم يعني في السنوات الاولى، وغادي يوصل حتى ال1000 درهم يعني في سنة 2026. وكذلك غادي يكون دعم اخر مخصص للناس اللي فقدوا العمل ديالهم، يعني اللي ما بقاوش خدامين ولا الناس اللي ما خدامينش، حتى هما غادي تخصص لهم الدولة واحد الدعم مالي شهريا غادي يبدا يتعطى ليهم. وكذلك غادي يكون مجموعة من انواع الدعم الاخرى اللي مازال غادي تخرجها يعني الحكومة ولا الدولة المغربية يعني في السنوات المقبلة، غير حاليا يعني خدامين على هذا الدعم الاول اللي هو الخاص يعني بالاسر المغربية اللي عندها وليدات، يعني كما كنعرفوا الناس اللي عندهم وليدات غادي يبداو يعطيهم الدعم هما الاولين حيت هما اللي محتاجين ليه، ومن بعد غادي يدوزوا يعني الناس الكبار، ومن بعد كذلك غادي يدوزوا الناس اللي ما خدامينش ولا الناس اللي يعني فقدوا العمل ديالهم. وكذلك غادي يكون مجموعه من الدعم الاخر يعني خاصه الناس اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه، وكذلك الارامل والمطلقات. ان شاء الله راه كل شيء غادي ياخذ الدعم، غير حاولوا انكم تصبروا حيت بزاف ديال الناس كيكتبوا لي في التعليقات راه شحال من فيديو يعني درتي وكتشرح لينا هادشي راه مازال ما خدينا والو، فان
شاء الله ما عليكم غير انكم تصبروا، راه غادي يخرج هذا الدعم وغادي تخرجوا الدوله وغادي يبدا يتعطى لكم ان شاء الله كما قلنا، يعني ابتداء من السنه اللي جايه 2023 وكذلك السنوات اللي جايه. المهم فالطريقه باش انك تسجل وتبدا تستافد من هذا الدعم المالي غادي تكون على الشكل التالي. اولا بعد غير كملاحظه، فالتسجيل راه مازال ما مفتوحش حاليا، فقط يعني دار واحد التجربه، يعني الدوله ولا الحكومه دارت واحد التجربه يعني في مدينتي الرباط والقنيطره، وبداو يعني كيسجلوا الناس تماكين باش يعرفوا يعني كيفاش غادي يتم تسجيل الناس في جميع الجهات والمناطق ديال المغرب. المهم فدابا حاليا غادي غير نشرح لكم كيفاش غادي يكون التسجيل وشنو هما الحوايج اللي خاصك دير باش انك تسجل وتبدا تستافد من هذا الدعم المالي. ونهار غادي يبدا يعني التسجيل بشكل رسمي راه غادي نعاود نبارطاجي معاكم. اذا فالدوله ولا الحكومه غادي تخرج يعني واحد جوج السجلات، اللي هما اولا السجل الوطني للسكان، هذا يعني معني به اي مواطن مغربي، بحيث انه اي مواطن مغربي خاصو يدخل لواحد الموقع يعني ديال الوزاره ولا ديال الحكومه، وغادي يسجل نفسه وغادي يسجل يعني جميع المعلومات الخاصه به، الاسم، النسب، فين تزاد، يعني الام والاب، وكذلك يعني مجموعه من المعلومات الاخرى المتعلقه بالمهنه ديالو، يعني شنو كيدير، وكذلك اللي كان كيستافد من شي دعم ولا من شي صندوق ديال الضمان الاجتماعي مثلا حتى هي خص يدلي بها. فكما قلنا انه هذا السجل الوطني للسكان خاص اي مغربي يعني يتسجل فيه باش انه الدوله ولا الحكومه تعرف اي مواطن مغربي شنو عنده وشنو اللي ما عندوش. وكاين كذلك سجل اخر اللي غادي تخرجه الحكومه، وهذا هو اللي معني يعني بهذا الدعم المالي الجديد، يعني السجل الاجتماعي الموحد، واللي غادي يبدا فيه التسجيل ابتداء من السنه اللي جايه ان شاء الله. الهدف من هذا السجل هو معرفه الاسره اللي في وضعيه اجتماعيه يعني صعبه ولا فقيره ولا هشه، واي اسره تم القبول ديال التسجيل ديالها في هذا السجل فغادي تبدا تستافد من التغطيه الصحيه وكذلك التعويضات العائليه، يعني الدعم المالي الجديد اللي شرحنا. ومستقبلا اي دعم مقدم للاسر واي استفادة من برامج اجتماعية مثلا توزيع شي معاونة ولا شي مساعدة سواء على الصعيد الوطني ولا المحلي، يعني في الجامعات ولا في العمل ولا المقاطعة، وكذلك حتى في الجمعيات، فغادي يكون مطلوب منك انك تكون مسجل في هذا السجل الاجتماعي الموحد. يعني انه هذا السجل الاجتماعي الموحد غادي يكون مجموع فيه يعني جميع الاسر المغربية ولا المواطنين المغاربة اللي يعني في وضعية فقيرة ولا هشة واللي محتاجين يعني ضروري لشي دعم مالي باش انهم يتعاونوا مع الحياة. فلذلك الدولة غادي تولي تصيفط لهم مباشرة أي دعم ولا أي مساعدة اجتماعية كتخصهم. وبالتالي فنهار غادي يبدا التسجيل يعني في هذا الدعم المالي الجديد، فما عليك أولا غير أنك تسجل يعني في السجل الوطني للسكان اللي كاين يعني الموقع ديالو ديال الوزارة، غادي تعمر فيه واحد الاستمارة ولا واحد الورقة وغادي تخرجها وغادي تدفعها يعني للمركز اللي قريب لك سواء المقاطعة ولا الجامعة ولا أي منطقة يعني إدارية قريبة لك، باش أنك تقدم طلب التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد. غير هو التوضيح، فبالنسبة للأسر اللي بغات تستافد فكلها مطلوب منها انها تسجل، يعني انه خاصك تسجل الزوجة ديالك وكذلك يعني الاولاد ديالك، وفي المركز ديال التسجيل فغادي ياخذوا لك يعني البصمات وكذلك صورة الوجه والقزحية ديال العين، واحد الصورة يعني ديال العين، وكذلك ممكن انهم يطلبوا منك وثائق اخرى للادلاء بانك يعني من أسرة فقيرة ولا هشة واللي محتاج يعني لها الدعم. المهم فطريقة التسجيل يعني بشكل اللي هو مفسر غادي نشرحوها يعني مجددا وغادي نبارطاجها معكم في القناة. نهار غادي يبدا التسجيل ان شاء الله. المهم في الاخير فكان هذا هو الخبر ديالنا ديال اليوم. في الاخير كذلك ما تنسوش انكم تدعموا القناة بالاشتراك والاعجاب والتعليقات ديالكم، وشكرا، الى اللقاء.